من مجرد ساعات قليلة تم الإعلان عن أغرب اكتشاف في الكون تقريباً، بأن المادة المظلمة لا وجود ليها في الكون إطلاقاً. أيوه زي ما سمعت بالظبط، بل والمرعب أكتر أن الاكتشاف الجديد بيمثل دليل مؤكد على أن نظرية الانفجار العظيم ملهاش أي أساس من الصحة. طيب إزاي آمنا بوجودها لأكتر من 200 سنة كاملة؟ هل أينشتاين مثلاً كان غلطان لما قال أن المادة المظلمة بتمثل الكتلة المفقودة في كل أنحاء الكون؟ طيب بغض النظر عن كل ده، 27% من تركيب الكون حرفياً بيمثلوا إيه دلوقتي بعد الإعلان بشكل رسمي إن المادة المظلمة وجودها ملهوش أي أساس من الصحة؟ لدرجة إن علماء مشاهير زي نيل ديجريس تايسون وبراين جرين بيأكدوا إن الاكتشاف الجديد بيدمر قواعد الفيزياء الفلكية بشكل كامل، أو باسمها العلمي الستاندرد موديل أوف فيزيكس، اللي مبنية بشكل أساسي على كل المعلومات التاريخية اللي نعرفها عن الكون المنظور وكل ما يحويه. بل امتد تأثير الاكتشاف الجديد للهيكل المكون لمجرتنا درب التبانة وما تحويه من ثقوب سوداء، اللي في الأساس بتتكون من 27% من المادة المظلمة اللي إنكار وجودها حرفيا قلب المجتمع العلمي على مستوى العالم. بل إن الفريق العلمي المسؤول عن الاكتشاف الجديد ما وقفش لحد هنا وبس، بل أعلن عن أسرار ومفاجآت غريبة حرفيا بيتم الإعلان عنها لأول مرة، وهتغير من فكرتنا تماما عن الكون حوالينا وعن لحظة البداية اللي غالبا بنتأكد بمرور كل لحظة إنها مش الانفجار العظيم إطلاقا. وكل ده وأكتر هنعرفه مع بعض النهاردة. أهلا بيكم، أنا محمود حجاب. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. جاهزين؟ يلا بينا. قبل ما ننطلق في رحلتنا لأعظم اكتشاف في القرن 21 بخصوص إنكار وجود المادة المظلمة أو الدارك ماتر، خلينا الأول نعرف إزاي العلماء وتحديداً أينشتاين اكتشفوا وجودها من الأساس، بل وأكدوا إنها من المكونات الأساسية للكون من لحظة الانفجار العظيم لحد النهاردة. لأن طبقاً للنموذج الكوني القياسي أو الستاندرد موديل أوف كوزمولوجي، فالمادة المظلمة بتمثل 27% من تركيب الكون المنظور، أو حتى جزء من الكون اللي تخطى خط الأفق الكوني بعد 93 مليار سنة ضوئية. لكن بالرغم من ان المادة المظلمة بتمثل تقريبا ربع تركيب الكون حوالينا، الا ان مشكلتها الوحيدة اللي حرفيا حيرت العلماء من وقت اكتشافها لحد النهاردة هي انها مش بتتفاعل بأي شكل من الاشكال مع الطيف الكهرومغناطيسي بأقسامه السبعة، واللي اهمهم حاليا هو الضوء المنظور. وبالتالي يكون رصد المادة المظلمة او الدارك ماتر مستحيل بشكل مباشر سواء بالتلسكوبات الأرضية أو الفضائية، ويقتصر رصدها على اكتشاف تأثيرها الجاذبوي بالصدفة البحتة على الأجرام الكونية سواء في مجموعتنا الشمسية أو في أعماق الفضاء الكوني الصحيق. لدرجة أن نموذج الفيزياء القياسي بالرغم من وجوده لأكثر من قرن تقريبا، إلا أن لحد النهاردة كل العلماء بدون استثناء فشلوا في اكتشاف جسيم ممثل للمادة المظلمة في أي مكان على مستوى الكون بالكامل. وبالرغم من كده كلهم ما زالوا مؤمنين وجودها في كل مكان في الكون حتى جواك انت شخصيا، وهقول لك ازاي دلوقتي حالا. لان لما بدا العلماء يرصدوا اعماق الكون او تحديدا العناقيد المجريه العملاقه، اتفاجئوا بان كتله الماده المرصوده المكونه لاي عنقود مجري اقل باضعاف من الكتله اللي بيمتلكها العنقود بالفعل، وده بعد رصد حركه وتماسك المجرات بداخل العناقيد المجريه بفعل قوه الجاذبيه. وبالتالي ظهرت مشكله جديده للوسط العلمي باسم المادة المفقودة أو The Lost Mass، واللي تم تعويضها بافتراض وجود المادة المظلمة ككتلة مكملة للكتلة المفقودة. لكن ساعتها الوسط العلمي كالعادة اتقلب من وقت الإعلان عن اكتشاف المادة المفقودة، بل وبدأ العلماء يركزوا في عمليات الرصد على المجرات منفردة بدل النظر ليها كعنقود مجري عملاق بشكل كامل. لكن دلوقتي عايزك تركز معايا في كل كلمة هتسمعها، لأن حرفيا الكلام هيظهر وكأنه غير منطقي في البداية، لكن لو قدرت تستوعبه فهتكون أذكى من أينشتاين اللي أنكر شكل الكيرف اللي هتشوفه حالا. فالعلماء بدأوا في رصد منحنى دوران أقراص المجرات على مستوى الكون بالكامل، أو باسمه العلمي جالاكسي روتيشن كيرف. ومش عايزك تخاف من شكل الكيرف اللي قدامك حالا، لأنه أسهل مما تتخيل، لأن الكيرف بيوصف سرعة دوران النجوم والغازات المكونة للمجرة على محور واي، والمسافة بين كل ده ومركز المجرة على محور إكس. والطبيعي وقتها ان النجوم
النجوم القريبة من مركز المجرة تدور بسرعات أعلى، والنجوم البعيدة عن المركز تدور بسرعات أقل، وده يعتبر مشابه لمجموعتنا الشمسية اللي فعلا بتقل سرعات الكواكب في دورانها حوالين الشمس كل ما تبعد عنها. فمثلا كوكب عطارد بيستغرق مجرد 88 يوم أرضي عشان يدور حوالين الشمس، لكن في حالة كوكب نبتون فبيستغرق 165 سنة أرضية كاملة عشان يتم دورة واحدة حوالين الشمس. وبالتالي فالطبيعي هو انطباق نفس مبدأ السرعة والمسافة للمجرات زي مجموعتنا الشمسية، صح كده؟ في الواقع الكلام ده غلط تماما، وهقولك ازاي دلوقتي حالا. لان برصد العلماء لدوران المجرات بكل ما تحويها، اكتشفوا ان النجوم كل ما تبعد عن مركزها تزيد سرعتها اكتر من الطبيعي بمعدلات ملهاش تفسير اطلاقا، وده اللي بيمثله الشكل اللي قدامك حالا. فالصورة اللي على الشمال هي الشكل الحقيقي لدوران المجرة بإضافة المادة المظلمة أو الدارك ماتر، أما الشكل اللي على اليمين فهو اللي توقعه العلماء لدوران المجرات قبل اكتشاف المادة المظلمة، واللي اكتشفنا بعد كده إنه غلط تماما. لكن اكتشافات كتير زي عدسة الجاذبية اللي بتنتج من تأثير الكتلة العملاقة على انحناء نسيج الزمكان أكدت بالفعل تواجد المادة المظلمة حرفيا في كل مكان تم رصده من كل التلسكوبات الأرضية والفضائية، بالإضافة لهيكل الكون الأصلي اللي بيتكون من خيوط أو فيلمنتس من المادة مستحيل تتواجد بالشكل ده إلا في حالة تواجد المادة المظلمة أو الدارك ماتر. فكل اللي سمعته دلوقتي كان رأي العلماء المؤمنين بوجود المادة المظلمة، لكن اللي هتسمعه حالا هو الاكتشاف الجديد اللي قالب الدنيا في الوسط العلمي حاليا، لأن الاكتشاف الجديد معتمد على فشل العلماء في كل محاولاتهم لرصد جسيم ملموس ممثل للمادة المظلمة، وده بالرغم من استخدام مصادم الهادرونات لمحاولة إيجاد أي دليل على وجود المادة المظلمة. وهنا ظهر الرأي الجديد اللي بيسأل سؤال رائع وغريب في نفس الوقت، ماذا لو مفيش حاجة اسمها المادة المظلمة أصلا؟ هو مش ممكن يكون افتراضنا لوجودها أصلا نابع من مجرد تعويض لجهل بالمفهوم الأعظم للكون حوالينا؟ وفعلا من السؤال اللي سمعته حالا بدأ العلماء في إيجاد بديل للمادة المظلمة وافتراض إنها غير موجودة في الكون من الأساس، بافتراض إن بديل المادة المظلمة هو ديناميكية نيوتن المعدلة أو باسمها العلمي Modified Newtonian Dynamics، اللي بيفترض إن المادة المظلمة ملهاش أي تدخل إطلاقا في سرعة دوران النجوم والغازات المكونة للمجرة، وإن اللي بيحصل من زيادة في سرعة دوران النجوم كل ما تبعد عن مركز المجرة هو نتيجة لتحول غريب في القوانين الخاصة بقوانين نيوتن الواصفة للجاذبية اللي بيتم تطبيقها على الأجرام الكونية القريبة من بعض زي كواكب مجموعتنا الشمسية، واللي فعلا تم إثباتها رياضيا باسم نظرية إيكوال المعارضة لوجود المادة المظلمة أو الدارك ماتر. وحسب لك اللينك الخاص بالنظرية في صندوق الوصف تحت الفيديو، لأن الموضوع فعلا مليان معادلات فيزيائية ورياضية شيقة جدا، وهتستمتع وانت بتعرفها غالبا لأول مرة. وبالتالي مبدأ إيكوال اللي بيعتمد على ديناميكا حركة المجرات المعدلة يعتبر معاكس تماما للنموذج الفيزيائي المعتمد على المادة المظلمة أو باسمها العلمي اللامدا كولد دارك ماتر. لكن السؤال الأهم دلوقتي، أي النظريتين هو الصح فعلا؟ في الواقع أن إجابة السؤال ده غريبة شوية، لأن بعد رصد الحركة الديناميكية لدوران 152 مجرة وحركة النجوم حوالين مراكزها على مستوى الكون بالكامل، اكتشف العلماء أن نظرية إيكوال هي الأفضل في وصف التسارع الغريب اللي بيحصل في سرعة دوران النجوم حوالين المجرة كل ما تبعد عن مركزها. إلا أن نظرية إيكوال فشلت فشل ذريع في وصف عدسات الجاذبية اللي بتتكون نتيجة لكتل عملاقة من المادة المظلمة. لكن عشان تاخد بالك معايا، فعدسات الجاذبية اللي بتكلم عنها هنا مش بتكون من وجود المجرات أو حتى النجوم العملاقة، بل بتتكون من المادة المظلمة الصافية تماما من غير أي تفاعل مع موجات الضوء إطلاقا، واللي وصفتها نظرية LCDM بمنتهى الدقة كونها النظرية اللي بتأكد تواجد المادة المظلمة في الكون بنسبة 27%، بالإضافة ل 5% من المادة العادية وأخيرا 68% من الطاقة المظلمة اللي حرفيا محقونة في نسيج الزمكان وبتمنعه من التمزق نتيجة للتمدد المتسارع والمستمر من مليارات السنين. وحيستمر الصراع والجدال في المجتمع العلمي لحين التوصل للمكون الكوني المجهول والعجيب المتمثل في المادة
المادة المظلمة أو الدارك ماتر اللي فعلا من غيرها حينهار الكون ويرجع لنقطة البداية، واللي لحد دلوقتي ما زلنا غير متأكدين فعلا إن كانت هي الانفجار العظيم ولا حدث كوني غريب تماما لم يخطر على قلب بشر لحد النهاردة. لكن السؤال دلوقتي، هل ممكن الكون حوالينا يكون بيحوي مجرات ونجوم وكواكب أو حتى كائنات مخلوقة بالكامل من المادة المظلمة، واللي حرفيا ساعتها هتكون موجودة في كل مكان حوالينا لكن مستحيل رصدها بأي شكل من الأشكال؟ وكالعادة نستنى نعرف رأيكم في الكومنتات.